حين يكون القاضي هو الخصم والجلاد. 36 مختطفا يتم محاكمتهم من قبل ميليشيا الحوثي، 7 منهم تم إيداعهم السجن قبل حدوث الوقائع التي شملتها قرارات الاتهام ضدهم. هل حدث مثل هذا في أي بلد في العالم غير عهد الميليشيا؟ أهلا بكم مشاهدينا. 36 مختطفا داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء اختطفتهم ميليشيا الحوثي، والآن تتم محاكمتهم في المحكمة الجزائية بصنعاء منذ مطلع إبريل 2017. يقول أحد المعتقلين أنهم تعرضوا للاعتداء داخل مقر المحكمة وتم ربط أيديهم بالحبال. في محاكمة يرفض القاضي الاستماع وتدوين كلام محامي الدفاع في محاضر الجلسات، سجناء سياسيون وصحفيون وأكاديميون يذهون في محاكم الميليشيا على مرأى ومسمع من عالم عاجز عن تجريم هذه الاعتداءات وهذه الإجراءات. كانت الحكومة الشرعية قد اشترطت على المبعوث الأممي جريفيث إطلاق الحوثيين لجميع المعتقلين السياسيين قبل الشروع في أي مفاوضات. فإلى متى سيظل ملف المعتقلين مجرد كارت للابتزاز السياسي وبإشراف من الأمم المتحدة؟ سيادة القاضي، لقد سلبوا منا كل حقوق الإنسان وحق المواطنة، قالها مخاطبا القاضي من خلف القضبان في المحكمة هو ورفاقه البالغ عددهم 36 معتقلا. إنه الدكتور يوسف البواب، أستاذ جامعي في كلية اللغات بجامعة صنعاء ومؤلف ل11 كتابا. لكن يوسف ربما لا يريد أن يدرك أن القاضي هو السجان والجلاد، وأن المحكمة برمتها لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. ففي صنعاء ميليشيات خارج القانون تقوم بحملات اختطاف، ولديها سجون ومخفيون قسرا ولديها محاكم. هكذا تتضح الصورة لتشكل جميعها منظومة واحدة للميليشيا. محاكمة وصفت بالمريبة وتارة بالهزلية بحق 36 مختطفا مدنيا، منهم أكاديميون وسياسيون وصحفيون لفقت ضدهم تهم كيدية. تعرضوا في سجون الميليشيا للتعذيب اليومي والممنهج، ما تسبب بإصابتهم بأمراض مزمنة وصلت حد الشلل وانزلاق الفقرات والغضاريف والفشل الكلوي بحسب رابطة أمهات المختطفين. بل إن 7 منهم اعتقلوا قبل تاريخ الوقائع المنسوبة إليهم، إذ يقول مصدر حقوقي قانوني للمساء اليمني إن 7 ممن يحاكموا كانوا معتقلين في سجن هبرا قبل أن ينقلوا إلى الأمن السياسي. لفق لهم ملف الاتهام ووقائعه عقب نقلهم إلى الأمن السياسي، مع أن الوقائع المذكورة في قرار الاتهام جميعها حدثت بعد تاريخ اعتقالهم. تقول ذات المصادر أن المحكمة هي محكمة استثنائية أو محكمة أمن دولة، وإن الإجراءات التي تتبعها هي إجراءات مخالفة للقانون وقواعده. يحضر المتهمون مكبلين بأربطة بلاستيكية تستخدم عادة لشد وربط الأسلاك الكهربائية. حتى أثناء نقلهم إلى المحكمة المزعومة يتعرض المعتقلون للضرب والإهانة داخل حرم المحكمة التي ينظر إليها كغسالة لجرائم القمع ضد الضحايا ولا تمت للعدالة بصلة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الناشط الحقوقي والصحفي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات أخت آسيا. إذا أستاذ محمد، محكمة حوثية تعقد جلسة محاكمة ل 36 معتقل مدني لديها بمعنى أصح تم اختطافهم من منازلهم وأحضرتهم مكبلين بالحبال إلى هذه المحكمة، كيف تتابع الأمر؟ مساء الخير. في الحقيقة هذا المشهد هو جزء من الحالة القاتمة التي يعيشها اليمن اليوم. نتحدث عن قاضي يفترض أن يكون هو خلف القضبان، وعن جلاد يفترض أن يكون هو الذي يمثل للمحاكمة، لكن في الواقع الجلاد والمتمرد والميليشيا أصبحوا سلطة أمر واقع، وأصبحت الأدوات أدوات الدولة يعني جزء من أسلحتهم في الحرب على المجتمع اليمني. اليوم نتحدث، يعني في السابق كنا نتحدث عن أن
المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة استثناء، وهي محكمة غير دستورية، وكان الكثير من المحامين والناشطين لا يترافعون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لأنهم يطعنون في دستوريتها لاعتبارات عديدة. يعني تحاول كان النظام السابق يحاول تبرير وجود المحكمة الجزائية على أنها محكمة نوعية مثل محكمة الأحداث أو المحكمة التجارية أو غيرها، لكن في الواقع هي محكمة غير دستورية، وكان النظام السابق يستخدمها في أحيانا في قمع المعارضين، وفي بطبيعة الحال كل الأنظمة المستبدة تستخدم مثل هذه المحاكم الاستثنائية لتثبيت أركان الحكم ولقمع المعارضين السياسيين. على أي حال، اليوم الميليشيا الحوثية تستفيد من هذه الأدوات لتثبيت حكمها أو سلطتها القمعية والقهرية، وتحاول إسكات وقمع كل المعارضين السياسيين من خلال هذه الوسائل. ناهيك عن ذلك، المحكمة الجزائية اليوم تستخدم أيضا لغسيل جرائم الميليشيا بحق هؤلاء المختطفين. هؤلاء المختطفون وعددهم 36 هم في الحقيقة أكاديميون وناشطون وصحفيون، ولم يكونوا جزءا حتى من الصراع أو من النزاع المسلح الذي تشهده اليمن، وبالتالي يتم إحالة ملفاتهم إلى الجزائية المتخصصة في محاولة لغسيل جرائم الانتهاكات الممتدة التي لحقت بهم منذ لحظة اختطافهم بشكل تعسفي من طرف يعني ميليشيا خارجة عن القانون، ليست لا تتمتع بأي صفة ضبط قضائي، بل يفترض أن تكون هذه الميليشيا غير موجودة أساسا، وهي مجرمة، وجودها مجرم بالقانون والدستور وفي العرف، عرف القانون الدولي، لكنها جاءت واختطفت هؤلاء كما نعرف في سياق الانقلاب الذي شهدته البلاد واجتياح الميليشيا الحوثية للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية، وضعت يدها على كل مؤسسات الدولة القائمة وسخرتها كجزء من أدوات الحرب وقمع اليمنيين في محاولة لإرضاخهم لسلطتها القهرية. إذن ليس فقط الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء لحظة اختطافهم، يعني أقصد ليست فقط محاكمتهم هي جزء، هي الانتهاك الذي تعرضوا له، ولكن الانتهاك لحقهم ولكرامتهم بدأ من لحظة اختطافهم. تم اقتياد هؤلاء المختطفون من بيوتهم أو من أماكن سكنهم أو من الطرقات ونقاط التفتيش لميليشيا الحوثيين، وتم الزج بهم في معتقلات سرية وخاصة، ولم يسمح لهم بأي نوع من الاتصال بالعالم الخارجي، وبالتالي كانوا رهن الإخفاء القسري لفترات طويلة. خلال هذه الفترة من 2 إلى 3 أعوام بعضهم مضى على اختطافه، تعرضوا لصنوف شتى من التعذيب وإساءة المعاملة بوحشية مفرطة. كثير من هؤلاء المختطفين تحدثوا لأسرهم بعد أن أتيح لهم مقابلة أسرهم عن صنوف شتى من التعذيب. لا يحتاج المسألة إلى الحديث عن هذا الأمر، لأن بعض المختطفين أطلق سراحهم جثث هامدة، وآخرون أطلق سراحهم وهم مشلولين يعني بسبب التعذيب أو يعانون من إعاقات يعني كبيرة وجسيمة. مسألة اليوم يتم يعني هو في الحقيقة مشهد وإن كان يدعو للسخرية، ولكنه في نفس الوقت مؤلم للغاية. نعم محمد، يعني ربما الضوء الوحيد في هذا المشهد هو رابطة أمهات المختطفين، هؤلاء النسوة التي يعني حملنا على عاتقهن مجهود لم يطق أحد أمام الميليشيا. رابطة أمهات المختطفين كانت حاضرة وأصدرت بيان لما حدث، وتحدثت فيه أن القاضي عبد الراجح لم يسمح لمحامي الدفاع بالحديث نيابة عن المتهمين. يعني أضف إلى أنها محاكمة غير عادلة، محكمة غير دستورية، معتقلين جيء بهم إلى المحكمة وهم مقيدين بالحبال، أيضا القاضي لم يتح الفرصة لمحامي
الدفاع بالحديث عن يعني هؤلاء المتهمين في نظرهم. إلى أي مدى تجد يعني قانونية هذه المحاكمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في صنعاء؟ فاقد الشيء أخت آسيا لا، فاقد الشيء لا يعطيه كما هو في القاعدة الأصولية، وبالتالي هذه ميليشيا أصلا خارجة عن القانون، وبالتالي لا يمكن أن تكون سلطة من خلالها يتم إنفاذ القانون أو أن تكون حارسا على إنفاذ القانون. فاقد الشيء يعني لا يعطيه، وبالتالي المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة. ليس هناك في الحقيقة عدالة في ظل سلطة ميليشيا متمردة، تاريخها مليء بالعنف والإرهاب وقمع المجتمع والخروج عن القانون والانتهاكات وجرائم التقطع وكافة الجرائم الجسيمة في حق المجتمع. بالنسبة لهذه الميليشيا ثقافتها أيضا ثقافة مجرمة لا تختلف عن النازية وعن الجماعات التي تعتنق أفكارا هدامة وعنصرية لا يمكن القبول بها، وبالتالي الحديث عن محاكمة هو ضرب من الجنون في الحقيقة. أن تكون هذه المحكمة خاضعة لسلطة ميليشيا وتمثل جزءا من أدواتها في الحرب على المجتمع على اليمنيين، لا يمكن التصور كيف ستكون العدالة. يعني كيف، ما هي العدالة التي تحملها هذه الميليشيا لمختطفين تعرضوا لصنوف شتى من التنكيل والتعذيب كما أشرت قبل قليل؟ حتى هذا الذي يدعو أو يدعي أنه قاضي ويتحدث باسم القانون لا يستمع للضحايا وهم يصرخون أمامه أثناء تعرضهم للضرب في حرم ما تسمى بالمحكمة. يعني كيف يمكن لهذه المحكمة أن تحقق عدالة لأشخاص وهي لم تستطع حمايتهم بحضرة القضاة الذين ينظرون ملفات هؤلاء الضحايا؟ الأمر الآخر، كان هناك العديد من الدعاوى للضحايا أمام القاضي نفسه أنهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، لكنه لم يستمع لهذه الدعاوى، وبالتالي هو في هذه الحالة يرتكب جريمة في حق القضاء، لأنه يفترض أن يباشر التحقيق في هذه الدعاوى وأن يكون هناك محاسبة للأشخاص على الأقل باعتبار أنها سلطة أمر واقع، على الأقل يعني كإجراء صوري أن يكون القاضي الذي ينظر هذه القضايا أو ينظر في قضايا هؤلاء المختطفين أن يتبع السلوك المتعارف عليه للقضاء، لكنها في الحقيقة سلوك وروح يعني منعدمة لمعاني العدالة أو أدنى معايير العدالة. نعم، اسمح لنا أستاذ محمد أن تنضم معنا عبر الهاتف السيدة أم علي، وهي شقيقة أحد المختطفين وعضو رابطة أمهات المختطفين. مساء الخير أم علي. أهلا وسهلا. نعم، مرحبا بك معنا أم علي، وأود أن تحدثيني بداية عن قصة اختطاف أو اعتقال شقيقك. بالنسبة للاختطاف طبعا ما يقارب الآن يعني دخل المختطفين أغلبهم وكذلك أخي مشارفين على دخول السنة الرابعة وهم في سجون جماعة الحوثي دون أن نرى عدالة تحقق أو أن نرى تحرك دولي أو حتى من الحكومة الموقرة الشرعية، فلم نرى أي تحرك في هذا الصدد. الاختطاف طبعا تم اختطافه من المنزل، لم يكن كما يدعون أنهم ولفقوا لهم التهم بأن مسكوا هذا ويعني وتهمته أنه كان عضو خلية إرهابية أو كان يتزعم اغتيالات وما إلى ذلك من التهم التي لفقت على هؤلاء المختطفين أجمعين، فقد تم أخذه من بيننا من وسط البيت ويعني والكل يعلم ذلك سواء الجيران أو غيرهم يعرفون هذا، ولكن مع ذلك فهم يلفقون تهم ويدعون هذه الأباطيل وهذه الأقاويل على المتهمين دون أي مبرر ودون أي مسوغ قانوني يعطي لهم الحق في ذلك. نعم، إذن هل استطعتم التواصل مع أخيك خلال هذه المدة؟ هل تعرفون كيف أحوالهم؟ هل لديكم لقاءات به أو مواعيد محددة للقاء به؟ بالنسبة للزيارات طبعا المعروف التي يعني أول السجية التي تقوم بها أو المنهجية التي تقوم بها جماعة الحوثي عند اختطاف
أي شخص رغم كفالة الدستور وكفالة القانون لضرورة إعلام أهل المختطف أو أهل من قامت باحتجازه أي سلطة من السلطات بإعلام أهله عن مكانه وعن صحته واطمئنان عليه، لكن جماعة الحوثي طبعا تغفل هذا الجانب وتتعدى القانون وتنسى الدستور وتنسى كل الأعراف والتقاليد وجميع ذلك، فهي تقوم بإخفائهم لفترة زمنية، يعني تقوم في هذه الفترة تكون حالة الأسرة وحالة الأهل شديدة جدا، متعبة، منهكة، مرهقة، ناهيك عن أمراض الاصابة بها الأب والأم وغيرها من جراء إخفاء ولدهم أو قريبهم المختطف. طبعا إلى بعد ذلك حتى يعني تطول الفترة، ثم يبدأوا يسمحوا بزيارات متقطعة طويلة عن هذا، وبعدها تبدأ إذا سمحوا وكان لهم يعني سماح في ذلك فهم يسمحون لهم بزيارات إما ثاني أسبوع أم ثالث أسبوع وعلى حسب، وأحيانا تطرأ ومنعهم من الزيارات إلى شهور كبيرة كما يعني حدثت الفترة الماضية، وظل المختطفين ما يقارب 7 إلى 8 أشهر وهم ممنوعين عن الزيارة وخاصة مختطفي الأمن السياسي. نعم، إذا بالنسبة لمن تلفق لهم التهم ويتم إحالتهم للمحكمة، كما نعلم الآن حال المختطفين 36 يوم الأحد كانت أمس كانت جلسة ما تسمى بالمحكمة الغير شرعية، طبعا يعني صورة كانت مأساوية ومؤلمة جدا عندما ترى الدم يخرج من أيديهم بسبب ربطهم بالحبال وشد الأيدي عليهم وشد الحبال عليهم بحجة أنهم ليسوا معهم ما يسمونه بالمغالق الحديدية الخاصة بتقييد المتهم، وطبعا هذا ناهيك عن توجع المختطفين وانتقادهم لذلك، اشتكوا من الألم لكن مع ذلك لم يواجهوا عدلا حتى من القاضي الذي يبدأ. نعم، أود أن تحدثيني ما الذي حدث بالضبط يعني. نعم أم علي، حدثيني ما الذي حدث بالضبط يعني في هذه الجلسة، ما الذي صنعه القاضي؟ طبعا بالنسبة للقاضي راجح الذي يسمي نفسه قاضي ولكنه لا يمثل شيء في العدالة ولا يمثل القانون ولا للدستور بأي صلة، تم ربط المختطفين بأيديهم بالحبال وشدها على أيديهم، عندما بدأوا بالشكوى من ذلك قاموا بضربهم. طبعا تكلم المختطفون بهذا في وسط قاعة المحكمة ما تسمى بهذه المحكمة التي تم إلغاؤها، ولكن مع ذلك ما زالوا يقيمون الجلسات فيها، اشتكوا من ذلك لكن القاضي لم يأبه لذلك ولم يعلهم حتى استماعه، حتى لا بد على القاضي أن يستمع ممن يسميه متهم، هو جاء هنا ليمثل الحقيقة ليمثل العدالة، لكن الواضح من جماعة الحوثي أنها لا تريد العدالة، هي تريد غايات، هي تريد أهداف تريدها هي فقط، لأن القاضي لم يقبل ولم يعطي فرصة حتى لمحامي الدفاع أن يتكلموا وأن يعطوا ما عندهم من أدلة أو انتقادات أو حتى يعني أي شيء. نعم. من القانون الذي يكفله للمختطف ولأي متهم كان سواء كان جنائي أو غيره، لكنه لم يعطهم أي حق في ذلك، لا وفوق هذا كان يرد عليهم ويسكتهم، هذا أنتم وهذا بسببكم، والمختطفين كانوا يحاولون أي يعني يصرخون ترفع أصواتهم، أيدينا تعبت، نحن يعني شددوا على أيدينا، قاموا بضربهم، بل أنهم قاموا بضربهم عندما اشتكوا بذلك. طبعا هذه كلها يعني مآسي تراها الأسرة وتراها يعني الأهالي وأيضا المختطفين، وخاصة 36 منهم لا يكاد يكون هناك واحد منهم لم يعاني من أي مرض، الجميع بصورة عامة الأغلب منهم يعاني من أمراض، وليست أمراض عادية، هناك الأمراض المزمنة، هناك الأمراض الخطيرة كانزلاقات العمود الفقري وغيرها، هناك الكثير منها، ولكن لم يروا أي حق حتى في العلاج، بل أنهم تحت التعذيب ما زالوا إلى هذه اليوم. نعم، كان الله في عونكم أم علي، ونسأل الله السلامة لهؤلاء المعتقلين وأن
يرون النور قريبا. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا أم علي شقيقة أحد المختطفين وعذرا بطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني كأحد الأحداث الذي حدثت في هذه المحاكمة، الدكتور يوسف البواب هو أحد المعتقلين 36، تكلم قبل دخوله لقاعة المحكمة وهي صورته هي الظاهرة في الشاشة. قبل دخوله لقاعة المحكمة تعرض للضرب، سأقرأ عليك جزء مما قاله في المحكمة لك وللمشاهدين أيضا. سيادة القاضي، لقد سلبوا منا كل حقوق الإنسان وحقوق المحاكمة المواطنة. إذا ظلت معاملتنا وتعذيبنا ونحن نمثل أمام محكمتكم، هذا يعد إهانة للقضاء ولشخصكم، وعليه إذا عجزتم عن حمايتنا عليك بتقديم استقالتك. لقد وضعوا قيودا بلاستيكية تسحب، وكلما سحبت زاد الألم. ما تعليقك على مثل هذا الوضع؟ يعني في الحقيقة أخت آسيا، أولا تحية تقدير واعتزاز لرابطة أمهات المختطفين ولنضالها الكبير والإنساني والعظيم. اليوم أصبحت الرابطة في الحقيقة هي الجهة الموثوق، اللسان الوحيد بالموثق بالضبط، يعني هي الحارس الأمين والموثوق للقانون. يعني العالم كله تخلى عن اليمنيين وعن المجتمع اليمني وتركه فريسة سهلة لهذه الميليشيا المتوحشة. أما في الحقيقة في الحديث عن مخاطبة الأستاذ الأكاديمي للقاضي، هنا المشهد يعني كما لو أنه هو القاضي في الحقيقة، والقاضي هو المتهم الحقيقي والفعلي، لأنه تواطأ مع ميليشيا متمردة واعتبر نفسه أو جعل نفسه مجرد يعني ضابط أو حارس سجن لهذه الميليشيا وينفذ أوامرها. وبالتالي حتى على المستوى الإجرائي للمحاكمة الصورية، حتى مع الحديث عن وجود محكمة يعني لا يحق لها، أولا لم تعد محكمة اختصاص للنظر في أي قضية بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى في أبريل الماضي على سحب اختصاص المحكمة الجزائية في صنعاء وتحويله إلى محكمة جزائية متخصصة أنشئت في مأرب. وبالتالي هذا من ناحية. من ناحية أخرى، القاضي لا يسمع لمحامي الدفاع ولا يتيح له فرصة للحديث والمرافعة، وبالتالي هو هنا يؤكد حقيقة أنه يعني ينكر العدالة، يعني هو يرتكب جريمة إنكار العدالة. المسألة الأخرى في الحقيقة، كل القضاة الذين أو في الغالب الذين تعاقبوا على المحكمة الجزائية المتخصصة كانوا بحسب ما هو متعارف عليه يعني مجرد ضباط أمن يعملون لصالح النظام، واليوم تحولوا ليكونوا جلادين مع ميليشيا الحوثيين الإمامية في اليمن، ويمارسون عملية غسيل لجرائم هذه الميليشيا بحق اليمنيين وبحق الناشطين والصحفيين. اليوم عندما يخاطب السجين أو المختطف قاضي المحكمة ويقول له إنه يعني عليك أن تنظر على الأقل إلى وضعنا، أن تساعدنا في التخلص من التعذيب والانتهاكات التي تمارسها بحقنا أو يمارسها بحقنا الجلادون أو حراس السجن، ومع ذلك لا يلتفت إليهم ولا يعيرهم أي اهتمام، بل لا يسمح حتى لمحامي الدفاع بالحديث والترافع أمام المحكمة. نعم، إذن بهذا الشكل أستاذ محمد. يعني أيضا أضف إلى ذلك كما تفضلت الأخت أم علي، وأيضا كما تبعنا، أن هناك 7 من هؤلاء المعتقلين 36 الذين تم محاكمتهم، يعني فرضت عليهم تهم بقضايا حدثت أو بأحداث حدثت وهم داخل السجن، يعني ليس فقط كذب على هؤلاء المختطفين، وإنما ادعاء غير منطقي نهائيا ويسهل تفنيده. صحيح. تماما يعني. ولذلك كان القاضي غير مستعد للاستماع إلى محامي الدفاع لتفنيد هذه الدعاوى. بالفعل يعني هنا نحن أمام مشهد آخر أيضا يدعو للسخرية، ولكنه أيضا بمرارة كبيرة عندما يتم إلفاق أو تلفيق اتهامات لأشخاص هم في الحقيقة كانوا معتقلين ومختطفين
بينما الوقائع التي يتهمون بها حدثت وهم داخل السجن، داخل رهن الإخفاء القسري والاختطاف، كيف يمكن تلفيق اتهامات لهؤلاء الأشخاص ولم يكونوا موجودين في الواقع، لم يكونوا موجودين في الواقع؟ يعني في السابق أيضا كان هناك بعض من هذا السلوك للنيابة الجزائية المتخصصة عندما يتم اعتقال أشخاص بتهم مختلفة، بما في ذلك أحيانا تهم تتعلق بالإرهاب، يتم جمع مجموعة من العناصر حتى من الذين سبق اعتقالهم قبل وقائع معينة، ويتم إتمام عدد عناصر خلية معينة بحيث تعرف بأنها خلية كذا، بينما يكون بعض أفراد هؤلاء أو بعض هؤلاء الأشخاص يعني اعتقلوا قبل هذه الواقعة. إذن هو جزء من المسرحية العبثية التي يشهدها اليمن في ظل أو على الأقل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين، عندما تقدم على إفساد حتى قيم العدالة وأدوات القانون بهذا السلوك العبثي الطائش وغير المسؤول. يعني الناس اليوم فقدوا ثقتهم بكل ما يمت لمعاني الدولة بصلة في مناطق سيطرة الميليشيا، لأنها أساءت أيضا استخدام حتى السلطة القمعية، سلطة الأمر الواقع أساءت استخدامها. هذه الميليشيا ليس لديها أي شعور بمسؤولية إنسانية أو سياسية أو أخلاقية تجاه المجتمع وتجاه القانون. كيف سينظر لهذه الميليشيا بعد رحيلها وهي سترحل بالتأكيد في كل الأحوال؟ لا يمكن أن تستمر جاثمة على صدور اليمنيين وهي بهذا السلوك وبهذه العدمية. سنواصل حديثنا أستاذ محمد، اسمح لنا أنت وأستاذ المشاهدين للذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أنا أشهدكم الله، اخرجوا عيالنا، اخرجوا أخواتنا، أنا أشهدكم الله بحق الأخوة، بحق الإسلام، خافوا من الله، إحنا كلنا يمنيين. أسألكم بالله خرجوا عيالنا من السجن، خرجوا عيالنا من السجن. هذا شعار مرضي، قصته اللي يخرج اللي يخرج زوجها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. وقبل أن نعود إليك انضم معنا عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان من الولايات المتحدة الأمريكية. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، كونك محامي وقانوني أود أن تحدثني عن تعليقك حول إجراءات محاكمة 36 الذين تحاكمهم ميليشيا الحوثي. بداية هي يحاكموا أمام المحكمة الجزائية المختصة، وهي محكمة يجمع جميع القانونيين والحقوقيين، وأيضا نص واضح في الدستور اليمني عدم جواز إنشاء مثل هذه المحاكم، وأيضا في قانون السلطة القضائية وأي في المواثيق والمعاهدات الدولية التي نصت على أن كل متهم بارتكاب أي جرم يجب أن يحاكم أمام قاضيها الطبيعي، والقاضي الطبيعي هو القاضي صاحب الاختصاص المكاني والنوعي لهذه الجريمة. ما يحدث اليوم هو تكرار لما كان يحدث في الماضي. كانت جماعة الحوثي منذ إعلان الحروب الستة أيام النظام علي عبد الله صالح كانت تبذل كل جهد، وناشطوها والجناح المدني والسياسي لها يبذل كل جهد ويقيم الأنشطة والندوات والاعتصامات من أجل إلغاء هذه المحكمة التي كان يحاكم أمامها، سواء كان عسكريين أو مقاتلين من الجماعة أو صحفيين وناشطين تبع الجماعة كان يراد منهم أحيانا أن لا يتحدثوا عن ما يحدث في صعدة، وأحيانا قد تكون مكايدات سياسية، لكن هذه المحكمة هي أداة بأي نظام يأتي ليمارس فيها الانتهاكات، ويصبح القضاء أداة من أدوات القمع والانتهاكات التي تمارس. اليوم نفس السيناريو يتكرر، هناك مجموعة من المعتقلين وهم شباب من شباب الثورة ومن يناهضون الانقلاب،
لم يكن لهم أي نشاط عسكري أو يعني استخدام القوة ضد الجماعة، لكن كانت بعضهم لهم آراء سياسية، بعضهم يرفضوا ما تمارس الجماعة من انتهاكات. ثم جاءت جماعة الحوثي واعتقلتهم من المدارس، من الجامعات، من المكاتب، من مقرات أعمالهم، من المساجد، من بيوتهم، وهم لا يحملون أي سلاح أو أي نوع من الأسلحة، سواء أنه كانوا هي تعلم أن هؤلاء يرفضون فكرة الحوثي، حتى البعض منهم لأنها تتوقع أنه يرفض هذا الفكر أو هذه الممارسات التي تمارسها الجماعة ضد اليمنيين، تمت عملية الاعتقال وحالتهم إلى المحاكمة. يعني تخيلي أنه بعد سنتين وبعضهم ثلاث سنوات من الاعتقال تبدأ عملية محاكمته، وهذا شيء يعني مخزي. أين كانت إذا كان هذا متهم ولديهم أدلة كما يزعمون، لماذا لم يتم إحالته مباشرة إلى القضاء؟ يعني لماذا ظل سنتين وثلاث سنوات ثم بعد ذلك يتم إحالة ملفه؟ وهذا من الأدلة التي تؤكد على أنه الجماعة الحوثية تنتهج نفس النهج النظام السابق، بل هو أشد بشاعة في عملية استهداف الناشطين المدنيين والسياسيين. نعم، إذن أستاذ عبد الرحمن، يعني ميليشيا تقوم باختطاف مجموعة من الشباب المدنيين، سبعة منهم يعني اتهمتهم بتهم وهم بأحداث كانوا خلالها في قابعين في سجون هذه الميليشيا، قاضي لا يستمع لمحامي الدفاع ولا يأبه بالدعاوى المطروحة بسبب التعذيب وما يتعرضون له هؤلاء المتهمين، محكمة غير دستورية، كل ذلك كيف يمكن إيقاف هذا العبث أستاذ عبد الرحمن؟ حقيقة نحن نجد أنه المعتقلين وأسرهم ومحاموهم يقفون وحيدون في مواجهة هذا البشاعة، في مواجهة هذا الصلب، في مواجهة هذا العنف، في مواجهة هذه الصورة القاتمة التي تأتي، يضرب المعتقلون داخل حرم المحكمة دون اعتبار يعني حتى احترام للقضاء، وهي إهانة، بل هذا دعس للقضاء وللقاضي الذي يحكمون أمامه وأهان له. أعتقد أنه هناك تكفير كبير، بل هناك غض الطرف من قبل المنظمات وأيضا من قبل الحكومة الشرعية التي اتخذت قرار بإيقاف هذه المحكمة ونقل صلاحيات المحكمة أنشأتها في مأرب، لكن كان مجرد حب على ورق مهم، هو كان مجرد يعني إسقاط ورق فقط من أجل أن يقول إنه الحكومة تبذل شيء، وهذا الشيء ما دام هو لم تكن له نتيجة ولم يكن له يعني أي مردود على المعتقلين، أعتقد إنه القرار كان يعني لا يؤدي، يعني ليس قرار غير صائب إلا أن يكون هناك متابعة لهذا القرار وإلغاء لهذه المحكمة، إلغاء بإجراءات، باتخاذ إجراءات. اليوم يعني تخيل رئيس الدولة الشرعي يحاكم ويحكم عليه بالإعدام من قبل ميليشيات عصابة، ولا يستطيع هذا الرئيس أن يحرك قضاء ومحكمة تحاكم هذه الميليشيات التي انقلبت على الدولة والتي سفكت الدماء والتي انتهكت الأعراض والتي دمرت اليمن بشكل عام، لم يقدم عضو من هذه العصابة أمام القضاء، وهذا دليل على عجز الشرعية ودليل على عجز المؤسسة القضائية التي تتبع الشرعية وعلى عجز الحكومة الشرعية الموجودة في عدن، تركت المواطنين فريسة لهذه العصابة المتوحشة وتركت المواطنين وجههم في نعم، ولكنها طرحت هذا الملف نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني تم طرح هذا الملف أمام جريفيث أنه لن يتم الحديث عن أي يعني مفاوضات ما لم يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، هل تجد أن هذا الملف يستخدم كابتزاز سياسي أم أنه فعلا لابد من الحديث بهذه اللغة مع هذه الميليشيا؟ حقيقة هو الملف تكلمت أنا سابقا كثير حول هذه النقطة، أنه المعتقلين تحولوا إلى عملية ابتزاز سياسي تمارسها جماعة الحوثي. وضع المعتقلين هي قضية إنسانية، قضية حقوقية، وضعها من ضمن المفاوضات، من ضمن البنود المفاوضات، هي جريمة ترتكب في حق المختطفين. لماذا؟ لأنه هذا حق أصيل في الإنسان، الحرية، حق الحفاظ على سلامة الإنسان وشخصيته، على سلامة الشخصية حق، والحقوق لا يفاوض عنها، لا يجوز أن نضع هذه الحقوق للمفاوضات، إن اتفقت إن نجحت المفاوضات أخرج عنهم، إن لم تنجح المفاوضات يظل هؤلاء الناس في السجون. هذه جريمة ترتكب، جريمة أخرى ترتكب في حق المعتقلين.
أن تتحول قضيتهم إلى أداة من أدوات التفاوض، إلى كل مرة تبدأ المفاوضات تضع قضية المعتقلين إنه ضمن يعني إصلاح النوايا أو إثبات حسن النوايا لفرج عن المعتقلين، كلام يتكرر، أسطوانة مشروخة سئمنا منها، سمعها واستبشر بها أهالي المعتقلين، ونحن نسمعهم وهم يستبشرون عندما يسمعوا هذا الكلام اليوم في حالة من الإحباط وحالة من الياس من قبل أهالي المعتقلين، أن يكون هناك يعني حل من عن طريق هذه المفاوضات التي تعقد دائما، بل أنه تحولت قضية المعتقلين إلى عملية ابتزاز من قبل الحوثيين، وإلى عملية استغلال من قبل يعني الشرعية، يعني تستغل قضايا المعتقلين فقط من أجل أنه تظهر صورة الحوثيين في المواجهة أحيانا الانتقالات التوجه ضد الشرعية، هؤلاء يرتكبوا انتهاك فقط، أصبحت تستفيد منهم الحكومة الشرعية ولم تقدم شيء لأسر المعتقلين سوى شيء يسير جدا. للأسف الشديد نحن نقول هذا الكلام ونحن نتألم كثير، كان هناك توجيه تابعته التوجيه بتصرف رواتب لأسر المعتقلين، يعني وتم التوجيه من قبل رئيس الوزراء، وإلى صرفت مرة واحدة واليوم صرفت المرة الثانية منذ أكثر من 3 سنوات مرتين فقط، بينما هؤلاء المعتقلين قدموا كل شيء من أجل الشرعية، هم يتهمون أنهم أتباع للشرعية وأنهم أنصار الشرعية، هؤلاء دافعوا عن كراسي هؤلاء الوزراء وعن كرسي الرئاسة وعن اليمن بشكل عام وعن حريتنا وعن كرامتنا، ونحن عاجزين على أن نقدم شيء لهؤلاء المعتقلين الذين يهانون والذين ترتكب انتهاكات بحقهم. نعم، حقيقة نحن نتكلم بمرارة حول هذا النقطة. صحيح، شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة. أعود إليك أستاذ محمد، طرح الأستاذ عبد الرحمن العديد من النقاط، ضعف الشرعية أستاذ محمد، هل تجد أنه يعني هو ما أدى إلى اختلال الوضع إلى هذا الحد أن تتم هذه المحاكمة الهزلية لعلم الميليشيا أنه لا أحد سيسأل عن هؤلاء المعتقلين، لا ضغط دولي ولا مبعوث أممي ولا شيء يمكن الضغط عليهم به؟ في الحقيقة من المؤسف حقا أن نتحدث دائما عن يعني عن معاناة اليمنيين بشكل عام وعن ملفات عديدة، وعندما نصل للحديث عن البديل ويكون البديل هو خطوات مطلوبة من الحكومة الشرعية، نصطدم بواقع مزري لهذه الحكومة الشرعية، نفقد أحيانا الأمل بالحكومة الشرعية في اتخاذ خطوات فعلية على الواقع تثبت لنا على الأقل أن هؤلاء المسؤولين في الحكومة الشرعية رجال دولة، ويمكن على عاتقهم أن نستعيد دولتنا وجمهوريتنا، وأن ينقشع غبار الإمامة بنسختها الحوثية عن كاهل اليمنيين. عندما أصدرت الحكومة قرارا أو مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مأرب، لم يتم إنشاء محكمة جزائية متخصصة في مأرب، ولم يتم تعيين قضاء على هذه المحكمة على رأس هذه المحاكمة، ولم ينظر حتى في ملفات، رغم أنه يفترض ألا تتخذ مثل هذه الخطوة وأن يكون هناك يعني أنا فعلا أتفق مع ما طرحه الأستاذ عبد الرحمن برمان عن إشكاليات كبيرة يعني نعاني منها بسبب أداء الحكومة الشرعية وفشلها في يعني في اتخاذ خطوات جريئة وفعلية وواقعية يعني على أرض الواقع. كان يفترض أن تبدأ الحكومة الشرعية بإحالة ملفات قيادات الميليشيا والشخصيات المتورطة في الانقلاب واجتياح المدن وفي الحرب وفي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم اليمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن على سبيل المثال. كنا نتمنى أن نشهد محاكمات علنية لقيادات الميليشيا الحوثية وحلفائهم كفارين من وجه العدالة، ويتم إصدار أحكام قضائية بحق هؤلاء. أين هي مؤسسة القضاء من مثل هذه الخطوات؟ يعني ماذا ينتظرون؟ هل تنتظر الحكومة الشرعية فعلا أن تأتي الدولة لتقرع الباب عليهم أنا ها أنا ذا قد أتيت إليكم؟ يجب أن يكون هناك خطوات، يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للحكومة الشرعية لاستعادة البلد. اليوم اليمنيون ينزفون دما في كل مناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وكل يوم أيضا
أيضا يعني تنجح الميليشيا هذه الإجرامية في توطين مشروعها التدميري في الواقع، بينما الحكومة الشرعية غارقة في الفساد للأسف الشديد، وفي المحاصصة، وفي الانتظار ما الذي سيفعله لصالحها المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لن يقدم لليمنيين شيء. الأمم المتحدة كانت جزء من عملية إسقاط الدولة اليمنية بأيدي ميليشيا الحوثيين برعاية المبعوث الأممي السابق إلى اليمن. يجب أن اليمنيين أن ينفضوا عن كاهلهم غبار الركون إلى الواقع وانتظار الحلول من السماء أو من الآخرين. على الحكومة الشرعية أن تبادر لإجراءات حقيقية وفعلية. في الحقيقة مثلا الحديث اليوم عن يعني عن اشتراط إطلاق سراح المعتقلين، يجب أن يكون هذا الشرط حاضرا منذ بداية المشاورات الأولى. كان يجب على الحكومة ألا تفتح أي ملف يتعلق بالمشاورات السياسية قبل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وكانت هذه الشروط مطروحة كخطوات إعادة بناء الثقة، لكنها في الحقيقة اليوم أصبحت جزء من المقايضات و يعني كما هي حال البلد والملف اليمني بشكل عام برمته. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا المختطف السابق جمال المعمري عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيد جمال. مساء النور. أهلا بك. كيف تتابع أستاذ جمال إقامة الحوثي لجلسات محاكمة ل 36 شخص مختطف مدني في سجونهم؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أختي الغالية، بارك الله فيك للاهتمام بهذا الموضوع ولضيوفك الكرام الدكتور عبد الرحمن برمان والأخ الآخر ضيفك في الاستديو، حياهم الله جميعا وكافة المشاهدين. ما يحصل من جرائم بحق المختطفين وبحق الأسرى في سجون الميليشيات الإجرامية لا يخفى على الجميع، وقد نادينا في ذلك كثيرا ونادى الكثيرين من المحامين، وكما كان الدور الأبرز والأهم لرابطة أمهات المختطفين جزاهم الله خير. فطيلة هذه الفترة ما وجدنا أي شيء ملموس على أرض الواقع، وقد سمعت كلامكم حول ما قاله الأستاذ الكريم حول موضوع الأسرى، أنه المفترض أن لا يتم أي حلول سياسية أو أي جلوس على طاولة المفاوضات إلا بعد طرح ملف الأسرى. لو كان في خير أساسا أنه كان المفترض أنه معنا وزارة بكاملها تختص بأسرى الحرب وبما يحصل للمختطفين ولا بجوار يعني وزارة حقوق الإنسان. نحن إلى حد الآن لا يوجد لدينا أي مؤسسة تتبنى المختطفين أو تتبنى الأسرى أو تتبنى المعذبين أو من خرجوا بعاهات أو أولئك المخفيين قسريا والذين أصبح لهم الآن السنوات الطوال بدون أن يلتفت إليهم أحد. ما يجري للدكتور حسن البواب ومن معه من مهزلة وحقارة ووضعية سيئة من أولئك الإرهابيين المجرمين. أعمن يقود بصيرا لا أبل لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. أن يأتي هذا الإنقلابي المجرم ليعتدي على الدكتور الجامعي والذي يعتبر الأول والمرجعية الأولى يعني للمراجع في كلية الألسنة والنابغة الذي يعرفونه الناس جميعا، وكذلك الشباب الذين اختطفوه من الجامعات والمدارس، وتأتي هذه الميليشيات الإجرامية باسم أنها تحاكمهم. يعني أي مهزلة وأي سخافة وأي حقارة. قتلوا اليمنيين. هل أنت على اطلاع على ظروف اعتقال بعض هؤلاء أستاذ جمال؟ ضربوهم ضربا مبرحا. كنا نسمع أنينهم، كنا نسمع صياحهم، كنا نسمع الصياط على ظهورهم. ضربوهم ضربا لا يضربه أحد. يعني نأسف لما حل بهم، ونأسف للشعار الذي يرددونه أولئك المعتوهين بالموز لإسرائيل وأمريكا. وقد قتلوا اليمنيين ودمروهم، سلخوا الناس سلخ ما رأيتيه في الأستاذ محمد غراب رحمه الله، الدكتور محمد غراب، أو كذلك الريامي الذي قبل أيامه ما زالت جثته إلى حتى الآن في ثلاجة المستشفى العسكري، وما حصل لشخص آخر أعلنه على قناتكم هنالك مختطف اسمه عبد الله محمد سفيان قد يعني لفظ أنفاسه قبل 4 أيام. وأعدكم وأعد المشاهدين الكرام أن الأيام القريبة القادمة أني
سأظهر حتى بإذن الله تعالى صور المحققين وأسماءهم وأولئك القتلة وأولئك الملثمين بداخل الأمن السياسي والأمن القومي. أعدوا الجميع أني سأظهرهم وأكشف أوراقهم بحول الله وقوته، ولن نتركهم إن تركتنا الدولة والحكومة الشرعية. فأنا أنادي من هذا المكان يعني الدكتور عبد الرحمن برمان ومن معه من نقابة المحامين ومن تبقى من المنظمات الإنسانية اليمنية العاملة أن يقفوا بجانبي لنرفع. نعم، إذن ونحن بانتظارك يا أستاذ جمال، وبطبيعة الحال يعني سنحاول أن نقوم ما علينا القيام به. شكرا جزيلا لك، سنتواصل بك بالتأكيد. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال المعمري المختطف السابق، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. تود أن تعقب أستاذ محمد؟ تفضل. الحقيقة هي يعني تحية تقدير واعتزاز أيضا للأخ العزيز جمال المعمري الذي يمثل بقدر ما يمثل رمزية لشجاعة اليمني وبطولته وتضحياته في مواجهة هذه الميليشيا الإجرامية المتغطرسة. هو أيضا يعني يكشف أو يجسد مدى قبح هذه الميليشيا، حالته تمثل أو تجسد قبح هذه الميليشيا وإجرامها بحق اليمنيين. أود فقط أن أختم أختي العزيزة آسيا والمشاهدين بأنه مهما يعني مارست هذه الميليشيا الحوثية الإجرامية بحق اليمنيين من جرائم وانتهاكات يندى لها الجبين، إلا أنها في نهاية المطاف تستنفذ أسباب بقائها وسترحل مغضوبا عليها من كل اليمنيين، وستكون ذكرى سيئة وفي نفس الوقت أليمة لليمنيين، ومثلها مثل كل الطغاة والمستبدين، ولن تبقى إلى ما تشاء هي في يعني قوة قهرية وكسلطة قمعية على جاثمة على رقاب أو على صدور اليمنيين. سترحل هذه الميليشيا الحوثية الإجرامية بجرائمها بانتهاكاتها، وستظل أمام اليمنيين مرحلة طويلة أو مهمة من ملاحقة قيادات ورموز هذه الجماعة وتجريم ثقافتها العنصرية النازية الفاشية، ويعني ومحاسبة كل الذين تواطؤوا معها على جرائم انتهاك كرامة الإنسان سنة اليمني. طيب، إذن شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.